نجم المسرح زي ما بيقول الكتاب، ملك الإفيه والنكتة والذهن الحاضر، يمكن يغضب الجماهير أحياناً ولكن موهبته وحرفنته ما يختلفش عليهم اتنين. كابتن مدحت شلبي على المسرح. ما بتحبش تكون نجم كوميديا على المسرح؟ أحب أكون كوميديان بس مش على المسرح، يعني أحب على الشاشة؟ يعني أحب دايماً كلامي ما يبقاش فيه جدية أوفر، يعني لأنه الناس بتبقى محتاجة شوية ابتسامة، محتاجة ضحكة. فلو إحنا حتى في رسالتنا الرياضية يعني الأمر كله كان متجهم كده بيبقى دمه تقيل شوية. أنا أحب أكون كوميديان بس غير مفتعل، يعني ما عنديش نص، ما عندي السيناريو. حضرتك محترف خروج عن النص. أنا ملك الخروج عن النص. بس بشياكة، يعني مش أوفر، يعني مش أوفر؟ بتهالي كده هنشوف، حيبان حيبان. بين الجنرال المتقاعد مدحت شلبي وبين مذيع الرياضة شلبوكا، نعم، يبان من برة إنه في تناقض. والشخصية التانية شلبوكا انتصرت درامياً على الشخصية الأولى، نعم. وحضرتك قلت أنا كنت ضابط شرطة فاشل. يعني مش محترف. ليه؟ بس ما قلتش فاشل، يعني قلت مش قلت محترف. إيه؟ قلت مش محترف. هقولك ليه. هو أنا طبعاً لما يعني دخلنا كلية الشرطة وتخرجنا، العمل الشرطي الخاص بي أنا اشتغلت سنة واحدة بس أو أقل شوية في إطار الأمن العام. وعشان أنا كنت من المتفوقين في الدفعة بتاعتي، أنا لسانس حقوق جامعة عين شمس وبكالوريوس شرطة. فعشان كنت متقدم فعينوني في اسم النزهة اللي هو جنب بيتي. كنت وقتها لاعب في منتخب الشرطة اللي بيلعب في الدوري، فكان دايماً بنطلع تدريبات. فالمأمور نبيل بحسن، ربنا يعني مسيب الخير، كان متضايق إن الضابط عنده بيجي يقعد ساعتين وياخد بعضه بشنطة الكرة ويطلع على التدريب. فبعت للمديرية قال لهم شوفوا لي واحد بدل مدحت شلبي ده، لأن ده هيبوظ الضباط وهيبوظ الاسم. فبعتت المديرية ردت وقالت إحنا ما عندناش بدل. قال لهم خدوه من غير بدل، أنا مش عايزه أساساً. الله العظيم. فبدأوا يدوروا لي على مكان، فكان في حاجة اسمها مركز التدريب الرياضي، فأخذوني فيه باعتبار إن أنا كنت بلعب في منتخب الشرطة كورة ومش عارف إيه وبتاع، فأخذوني فيه. اشتغلت بقى تقريباً كل خدمتي في الرياضة، ما بين مركز التدريب الرياضي واتحادي الشرطة الرياضي وحرس الجامعة. حتى حرس الجامعة، أنا روحت حرس جامعة عين شمس، كان شغلنا كله مع الطلبة برضو في الإطار الرياضي الجميل. ويمكن وأنا بشتغل في جامعة عين شمس كنت اتعرفت شوية، فكانت علاقتي بالطلبة كمان والطالبات علاقة، عارفة يعني، واخدين عليا لأن بيشوفوني على الشاشة فبقينا أصحاب. فقعدت 14 سنة في حرس الجامعة، من أمتع الفترات في حياتي يعني. فلما اتنقلت بقى، إجابة على سؤالك يعني، من المجال الشرطي للمجال الإعلامي، من مدحت شلبي لشلبوكا، ما بقاش في فرق كبير قوي، لأن هنا كنت أنا في المجال الرياضي ومع الطلبة ومش والناحية التانية في الرياضة وفي الإعلام، فما أعتقد ما فيش فرق ما بينهم كبير، ما بين مدحت شلبي وشلبوكا. ما فيش أي تناقض. بيتهيألي كده، حسب ما أنا حكيت، ما أعرفش أنت رأيك إيه. في البداية بقى، كنت حضرتك أصلاً بتحب الرياضة ولا خدت بالك لما اتنقلت في مكان فيه رياضة؟ لا طبعاً، أنا طول عمري لاعب كورة، أنا وأنا طالب في من قبل الشرطة؟ وأنا في قبل الشرطة كنت بلعب في نادي في الناشئين، بس مش هقول نادي إيه عشان ما تحسبش الهوية عليا. وبعدين بعد كده دخلت كلية الشرطة، كنت بلعب في طبعاً في كلية وبلعب في منتخب الشرطة، ولما طلعنا دوري ممتاز. أنا يعني طول عمري لاعب كورة، وبعدين بعد ما خلصت كارير الكورة اشتغلت في التدريب، رحت جامعة اسمها لافبر يونيفرسيتي أوف تكنولوجي، لافبرا يونيفرسيتي اوف تكنولوجي دي في شمال لندن، خدت فيها دوره كوره حوالي 12 اسبوع ورجعت مؤهل للتدريب واخدت دورات في مصر يعني. فانا طول عمري في المجال يعني، مش دخيل. ليه مش عايز تقول النادي اللي كنت بتلعب فيه؟ ما ينفعش. ليه؟ عشان ما الناس اصل بيحسبوا الهويه، وبالتالي انا ضد الكلام ده اطلاقا. بتلبس قناع المراوغ عشان تخبي انتمائك الرياضي. العمل بتاعنا عشان تنجحي، اذا كنت
إذا كنت تعتبريني ناجح يعني، لازم تتخلصي من هويتك الرياضية بأحاسيسك وبأفعالك وأقوالك، مش بس من أحاسيسك يعني. لكن ربما إنه الأهلي حظه حلو معايا شوية لما بعلق على ماتشات الكورة أهلي وزمالك، فبيقول لك ده أهلاوي علشان الأهلي عادة بيكسب الزمالك في الماتشات اللي أنا بعلق عليها، فجمهور الأهلي يتفائل وجمهور الزمالك يتشائم. يقال إن حضرتك أهلاوي ومخبي. ومخبي؟ آه. لا مع إن دي حاجة تشرف. طبعاً طبعاً تشرف إن أنا أهلاوي، تشرف. رضا عبد العال قال إنه حضرتك أهلاوي ومخبي. هو أضرب بقى، ما أعرفش، بس كانت مراتي ما تعرفش، يبقى رضا مش هيعرف. طب حضرتك مش مأمن مرات حضرتك إن هي تعرف أنت أهلاوي ولا زملكاوي؟ مش موضوع مآمن. أمال موضوع إن هويتي ما تبانش عليا، لأن زي ما قلت لحضرتك أنا ليه أخسر مدرسة؟ ده أنا مش هسيب حضرتك إلا ما أعرف اسم النادي. وحياة حضرتك ما هتعرف. ده ممكن يطلع من على جوجل عادي جدا. لا ولا جوجل، ولا جوجل نفسه، ولا حد يعرف. شايلها كمان؟ أنا هي قالت لي سحر، قالت لي في مرة أنا نفسي أعرف إن أنت أهلاوي ولا زملكاوي، قلت لها يعني أما يأذن الله ونغادر الأرض في آخر لحظة هبقول لك. يعني أعلاميين الرياضيين اللي أعلنوا انتماءاتهم الرياضية أو النوادي اللي بيشجعوها خسروا من وجهة نظرك شعبية أو جماهيرية؟ هو حسب احترافية اللي بيقدم، يعني في ناس بيقدموا وهم لعبوا في الأهلي أو في الزمالك. يعني دول كتير ومعروفين للناس كلها، المحللين والمذيعين، فبالتالي ده معروف إنه بينتمي لمدرسة الأهلي لأنه لعب في الأهلي أو في الزمالك. لكن احترافيته لابد إن هو يتخلص من ده على الشاشة. على الشاشة؟ على الشاشة طبعًا. طب لكن هو برا الشاشة قدام التلفزيون طبعًا. قدام الشاشة بقى. ورا الشاشة تقصدي؟ اه ورا الشاشة طبعا. هو انت مش انت حضرتك قاعد بتتفرج. اه بتشجع مين؟ بشجعك انت. يا بختي. دي هوية يجب ان هي تظل في الظل، لانه انا لما بقدم اقسم بالله العلي العظيم يا استاذة منى، عمري في حياتي، في حياتي سواء في مجال تقديم البرامج او التعليق على المباريات، عمري في حياتي ما كان عندي هوية مسبقة وأنا بعلق أبداً. طب أبداً. ليه حضرتك ما تعلنش عن انتمائك وفي نفس الوقت تبقى احترافي ومحايد وبتنقل بموضوعية وبتعلق بموضوعية وبتحلل بموضوعية؟ الناس مش هتصدقني. ليه؟ لو أنا قلت إن أنا أهلاوي هتبص تلاقي الزملكاوية على أقل حاجة هقولك طبعاً ما هو ده. طب يعني الناس والعكس. مش بتصدق كابتن شوبير وخالد الغندور؟ لا ليهم كل الاحترام طبعا، اكيد اكيد. طب ما الناس بتصدقهم طبعا وانتماءاتهم معروف، بس عشان الكابتن شوبير لعب في الاهلي والكابتن خالد الغندور لعب في الزمالك والاثنين كانوا نجوم في انديتهم، انا لا لعبت في الاهلي ولا لعبت في الزمالك، وبالتالي لعبت فين بقى؟ فين منهم وانت صغير؟ شفت بقى، شفت بقى، ده في الناشئين. في 20؟ طب مش هتتحسب عليك عادي، ممكن يبقى انتماءك اتغير بعد الحاجة. نادي ايه؟ بعد الحاجة. مش عايز تقول بعد الحاجة. في التدريب بقى يا كابتن. نعم. يعني حضرتك على الداخلية قلت كده. اه في التدريب بقى. اه مدحت شلبي ما كانش مدرب قوي كفاية انه يدرب دوري ممتاز، ولا ما كانش الحظ بس وكنت مدرب كويس؟ يعني حضرتك نادي الشمس صعدت بيه من الدرجة الأولى للتانية ومن التانية للتالتة، واسملت واسم الرابعة للتالتة للتانية للأولى، وبعدين جه كابتن فاروق جعفر دربهم في الممتاز مكاني بالظبط. اه فان حضرتك ما دربتش دوري ممتاز. ايوه بص حضرتك، أنا دربت مبدئيا وده يمكن أول مرة بقولها، كنت أنا في اتحاد الشرطة الرياضي وكان معانا اللواء سمير أبو سعود المحترم، كان نائب المدير بتاع اتحاد الشرطة وكان ماسك فريق 18 سنة في النادي الأهلي. فجات له سفرية برا حاجة خاصة بالتدريب والكلام ده كله، وكانوا هما بيتدربوا عندنا في اتحاد الشرطة. فأنا توليت تدريب النادي الأهلي تحت 18 سنة اللي بيتدرب على ملاعبنا في اتحاد الشرطة فترة مش قليلة. لكن عشان أدرب، يبقى ده النادي اللي كنت حضرتك بتلعب فيه؟ لا 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 خالص، ده بحكم الوظيفة، بحكم الوظيفة. ما هم مش هيجيبوا حد يدرب الأهلي؟ آه ما كانش بيلعب في الأهلي. إذا كنت مراوغة فأنا أكثر من مراوغ. أنا قلت لحضرتك إنك بتستخدم قناع المراوغ. أنا عارفة من الأول. أنا وأنا بقول القصة دي أنا متوقع أنت هتقولي كده، وبالتالي أنا لا ما كنتش متوقع. والله متوقع، باين في عينين حضرتك ما كنتش متوقع. والله متوقع يا أستاذ. فأما فيما يتعلق بالأندية الدوري الممتاز، أنا ما لعبتش في الأهلي ولا في الزمالك. عادة لما ترص كده المدربين في السوق المصري هتلاقيهم ينتماء أهلي
يا انتماء زمالك، قليل قوي قوي قوي. وبعدين الأقاليم بياخدوا، إذا أخدوا يعني بياخدوا أبناء البلد، يعني في الإسماعيلية مثلا ياخدوا كابتن حمزة الجمل، ياخدوا مش عارف إيه في الاتحاد السكندري مثلا عشان ابن البلد الكابتن طارق العشري وكان نجم طبعا، علشان كده هيجوا في الأهلي ياخدوا حد كان بيلعب في الأهلي في الدرجة الأولى، انتماءات في الدرجة الأولى مش في الناشئين. حضرتك شايف إنك مدرب اتظلمت؟ والله هقول لحضرتك بمنتهى الصراحة، أنا اشتغلت 12 موسم مدرب متوالي، ما قعدتش في بيتي يوم واحد، كنت مطلوب. دربت في 3-4 أندية وصعدت أندية ووصلت لتصفيات ممتاز أندية وعملت شغل كويس قوي. أنا أستشعر إن أنا عندي أفكار، لأن أنا مؤهل تدريبياً زي ما قلت لحضرتك، واخد دراسات من إنجلترا واخد دراسات هنا وكده، فمؤهل يعني. حتى لما بتكلم في التلفزيون يعني أحياناً بأشير إلى ده، إن أقول مثلاً إيه يا جماعة اللي هيقول مدحت شلبي أنت مالك يا عم، لا أنا ما بقول كده يعني، لا أنا مالي يا جماعة، لا أنا مالي، إن أنا راجل مؤهل في المجال يعني. فلما أتكلم في خطة أو أتكلم في أنا عندي فكرة. فكان ممكن، بتهالي كان ممكن أكون مدرب كويس، بتهالي يعني، والله أعلم. لكن أفكار تدريبية موجودة عندي، دراسات، أنا خدت دورة كاملة في حاجة اسمها How to create the spaces، إزاي تخلق مساحات في الملعب، ودي مشكلة كرة القدم. ده كان كافي إن هو يخلي حضرتك تصعد بالنوادي دي درجات، لكن ما كانش كافي إن حضرتك تدرب دوري ممتاز؟ كان والله أنا شايف إن كان ممكن يعني. أنا حاسس إن كنت أقدر أوي أوي أوي. يعني اتظلمت؟ يعني مش عايز أسميها كده أوي، لأن بختي بقى أحسن في الإعلام. يعني ربما لو كملت في التدريب ما كنتش حقق، لا بفضل الله، لا الشعبية، والحمد لله الجانب المادي في الإعلام أفضل يعني. بالتالي أنا كده خدت حظي. حياتك بتحب الفلوس قوي؟ لا لا، بتحب المادة؟ لا جدا. مين ما بيحبش المادة؟ بس الدرجات، أنا بقى مع أنت درجة. حب عميق شوية. حب كبير يعني. لا والله، لا والله خالص، والله أبدا. أنا يعني وأنا بتسعد نفسك إزاي بالفلوس؟ بالفلوس؟ بتستخدمها في ايه عشان تسعد؟ متعتي، واللي سامعيني من حواليني هيعرفوا انا بقول ايه. انا متعتي في ان انا اسعد اللي حواليا. يعني بتاخدهم توزعهم؟ والله العظيم يعني. بتعمل ايه الكابتن مدحت؟ وحياه غلاوتك، انا متعتي في ان انا اسعد اللي حواليا. يعني حتى بتحب تدي، بتحب العطاء قوي. انا مثلا تيجي سحر مراتي تقول لي ايه؟ ما تشتري بدله مش عارف ايه؟ اقدر، لكن احس ان انا مش عايز. لكن احب قوي ان انا اشوف عليها او على بنتي او على نهله، طبعا بنتي حبيبه قلبي، او فريد، او حد، احب اشوفهم مبسوطين. دي متعتي والله في الحياه. بدات بدايه هاديه ورصينه على التلفزيون المصري، وقدمت برامج مسابقات وحاجات زي دي. طبعا طبعا. ما كانش عندك فيها الحظ الكبير اللي جالك لما قدمت برامج رياضيه. لكن برضو الحظ غلاب. طبعا. حضرتك طلعت على المسرح الأيام اللي فاتت بسبب فيديو مع محمود السعداني. صحيح صحيح. قعدت بقى حضرتك مع محمود السعداني في قصر النجوم. ومدحت شلبي ما كانش عارف السكالانس. وهو كان عارف. أنا كنت أقول له كوكتيل. قصر النجوم، أنا استضفت أشهر 30 شخصية في مصر في هذا التوقيت. أشهر 30 شخصية في الأدب وفي الفن وفي الصحافة وفي الطب. أيوة، كنت بتقدم محتوى وقور، ولغتك ولهجتك وقورة ورصينة. ضاع كل الكلام ده دلوقتي يعني. راح فين؟ راح فين؟ ده موجود موجود، بس ده طابع برنامج. وإن أنا أقدم أو على حسيت إنه حضرتك وقتها عشان كده ما نجحتش نجاح فظيع زي اللي بتنجحه في الكورة؟ لا، حسيت إن الرصانة والوقار والروقان ما بيجيبوش همهم؟ لا خالص والله، وقتها انا كنت دخيل على التلفزيون زي ما حكيت لك. ولا دي كانت ضوابط التلفزيون المصري؟ لا، ولا دي، انا طول عمري على طبيعتي. كان بيجي تقرير كل يوم، فلان عمل كذا، فلان عمل كذا، انت اكيد عارفه الكلام ده كله يعني. فكان في تقرير مدحت شلبي ما عرفش السكالانس، ما يطلعش تاني. ما عرفش السكالانس. لا هو ولا الويكا. السعداني ده كان حاجة جميلة جمال. أنا من ضمن الحلقات، أنا عملت مع 30 شخصية زي ما قلت لحضرتك، من أجمل الحلقات. لأن أنت بتتكلمي مع واحد مثقف ساخر. فكان جميل. لكن ردا على سؤالك، مش موضوع، لا هو الموضوع إن أنا عملت البرنامج ده فلتة زمنية، إن أنا من بره التلفزيون وأعمل سهرة على القناة الأولى، وأنا ضابط شرطة
وداخل عليهم. دي اللي غريبة قوي. غريبة ده شاذة. ومين موجودين بقى؟ الأباطرة نجوى إبراهيم، سهير شلبي. الراحل محمد الرفاعي قال ساعتها إيه الواسطة اللي عند مدحت شلبي عشان يعمل كل ده؟ قطعوني قطعوني. اتزع منه 9 حلقات ونتيجة الحملة الإعلامية الرهيبة اللي اتعملت عليا، بالرغم أنه تسوق ل 12 دولة ودخل فلوس غير طبيعية للتلفزيون المصري. الله. لكن وقتها بقى أنت عارف الصحافة كانت جامدة قوي يعني، فزعوا 9 حلقات وقالوا كفاية عليه كده بقى يعني. فعشان كده ما ينفعش كنت أكمل، لأن كان صعب عليا أكمل في وسط الأباطرة دول كلهم. فروحت بقى على قدي في الجانب الرياضي يعني. بس كنت محظوظ، كنت محظوظ إلى حد ما، إلى حد كبير. وبقيت محظوظ أكتر لما رحت الناحية الثانية. صحيح. بيبو وبشير، بيبو والجون. كان مونولوج التحول. أيوة في حياة مدحت شلبي. صحيح. ماتش الكرة ده كان أهلي وزمالك، وكنت أنا كان يعني السيدة وفاء فاضل، ربنا يا ربي كان مش عارف هي عايشة أو لأ، يعني كل الحب ليها سواء عايشة أو غادرة الحياة يعني، كانت مؤمنة بي، وهي اللي نجحتني. ولأول مرة دايما المعلق كان لازم يعدي على الإذاعة الأول يعتمد وبعدين يروح التلفزيون، فكان الإذاعة مش حابيني لأسباب ما ينفعش أن أنا أقولها على الهواء. فمدام وفاء فاضل قالت أنا هعمل لجنة وهمتحنك فيها. هو ينفع تقول الأسباب ليه ما كانوش حابينك؟ قول لي سبب. صعبة يعني. قول لي. أنا أخد بقى. بتضايقك ولا بتحرجك ولا؟ لا لا لا، هنخد في زمن، هنخد في زمن، فما ينفعش نخد في زمن يعني. فمدام وفاء بقى الله يكرمها قالت لي أنا مقتنعة بيك وهعمل لك لجنة، ولأول مرة، ولأول مرة، ده تاريخ تلفزيون عارفه وسامعيني دلوقتي. عملوا لجنة مخصوص وجابوا فيها أباطرة التحكيم يعني، ونجحت. وأفاجأ إن بعد 2 شهر من نجاحي بتديني أهلي وزمالك، ولا في الأحلام. وقتها بقى كان كباتن بقى الكبار حمادة أمام، محمود بكر الشربيني، محمد لطيف، يا نهار أبيض تروح فين؟ تروح فين؟ اللي كان مكلف إنه يختارني إن عندي المباراة دي ما قال لي. كان في حد منفسن عليك؟ عشان أنا كان بيدوني الماتشات العادية. فكان عادي، لكن أول ما أخدت أهلي وزمالك طبعا نفسنه. هذه سنة الحياة. مين أكتر حد نفسن على حضرتك منهم؟ بصي أصل إحنا عارفين يعني، كلنا بنشتغل وعارفين. أيوة طبعا، أكيد أكيد أكيد. صعب إن أنا قاله وقتها كابتن ميمي الشربيني كان زعلان منك بعد الماتش بتاع الأهلي والزمالك ده، اللي أنا عرفته يعني إنه هو راح قال لهم يعني مين مدحت ده اللي ياخد أهلي وزمالك وإحنا موجودين يعني. فمدام وفاء قالت لا يعني أنا مقتنع وعملنا. وبعدين يمكن اللي زود المسألة أكتر إن كان فيها بيبو وبشير، فالدنيا كلها بيبو وبشير، ومحلات بيبو وبشير، وفيلم اتعمل بيبو وبشير. بقيت عالمي وعملت قاعدة جماهيرية ما حصلتش. وعدت. وعدت على كانت ضربة حظ يعني، إفيه الحظ. طبعا ضربة حظ. هو طبعا اللي علق أكتر إن بيبو وبشير فيها 3 ب، يعني بيبو 2 ب وبشير ب، وبعدين النتيجة نفسها 6-1. فده كله تركيبة ولدت الإحساس بالجملة يعني. طب فمشيت الجملة وأنا مشيت معاها طبعا. ده بالنسبة لموضوع بيبو وبشير. وبدأت بقى من هنا الحمد لله يا رب الثقة فيا في إن أنا أخد ماتشات كبيرة يعني. الفضل لله سبحانه وتعالى وللسيدة وفاء فاضل. السفريات اللي كنت بتسافرها كان فيها واسطة ولا كنت بتتهم بالواسطة؟ سافرت فعلا زي ما حضرتك قلتي. كان في سفرية لدارمشتاد ألمانيا بتاعت سباحة، فبيطلعوا مذيع من التلفزيون. أنا مش مذيع في التلفزيون. مذيع في التلفزيون يعني عام موظف بيقبض من التلفزيون. أنا ظابط من بره وبشتغل بالقطعة يعني. فكان مدير البرامج الرياضية الكابتن إسماعيل عبد الفتاح رحمة الله عليه، كانت في علاقة حلوة قوي ما بيننا، قوي يعني قوي، وكان هو ابن بلد في الكلام. فجي قال لي تعالى أنا عايز أخدك معايا دارمشتاد. قلت له يا ريت، أنا عمري ما رحت طنطا يعني. فقال لي طب اسمع، معاك فلوس تقطع تذكرة الطيارة؟ قلت له استلف. قال لي طيب استلف وأنا هوفرها لك بإن أنا هعمل لك كذا أوردر هناك وأزعهم لك في التلفزيون بحيث يجمعوا يبقوا هم تمن التذكرة اللي أنت طالع بيها. قلت له طب والأوتيل؟
قال لي ما فيش مشكلة، احنا عندنا في سرير وفي كنبة، انا هنام على سرير هو يعني وانت تنام على الكنبة. قلت له 10/10 والله رحت استلفت تمن، هموت عايز اطلع تمن تذكرة الطيارة لألمانيا وطلعت ألمانيا. بقى مثلا اي اوردر يجي مسؤولية صور مع ده اوردر لوحده ب 13 جنيه اطلع مش عارف ايه نصور هنا مع جماعة مغتربين، عملي بتاع 12-13 اوردر عملت بيهم تمن التذكرة والاوتيل، كان هو بينام على السرير وانا على الكنبه، والست بتاعت المطعم كانت بتتجاوز لو فيها وضيفه فاعتبروني ضيف كنت باكل معاهم يعني. فدي كانت سفريه ضرب شتات، وطلعت مره ثانيه معاهم ايطاليا بنفس السكه دي يعني. ربنا كان بيكرم، والله ربنا كان بيكرم من عند ربنا يعني. هو حضرتك في حاجات كتير قوي في مشوارك هي كلها حاجات من عند ربنا. اه والله كلها حاجات مش متخطط لها والله خالص، يعني لعبه الاقدار مع حضرتك لعبه حلوه جدا جدا، وده بركه دعاء ام الله يرحمها. الحمد لله. اه والله. ايه بقى اللي اتغير في مدحت شلبي بعد افيه التحول؟ بيبو وبشير. نعم، بدات الناس تعرفني اكتر، وبداوا يعني يوم الماتش ده انا خرجت بالليل بجيب ادوات مكتبيه لنهوله بنتي، فكان في شله اولاد وبنات جوه المكتبه، فسمعت واحده بتقول للي معاها يعني مش ده بتاع بيبو وبشير؟ بعديها التلفزيون بدا يبص لي بصه تانية. كل ده احنا لسه في التلفزيون المصري، ما رحناش بقى القنوات الفضائيه يعني. فبدات بقى مدام وفاء ربنا يكرمها يا رب تديني ماتشات حلوه، لكن بشكل عام هي كانت فتحت خير عليا الجمله اللي حضرتك قلتيها دي بتاعت بيبو وبشير يعني. بعد كده توالد بقى الافيهات والجمل مع طبعا توالد المباريات، كان اكتر واحد زعت مباريات اهلي وزمالك في التاريخ يعني. يعني بدات اتخصص في الماتشات دي يعني، عشان كان بتعمل إفيهات والناس بتحفظها في البيت. دمرت الراجل معنوية. مين؟ بشير. هو أنا طبعاً هو طلع قال كده من كام يوم، قال كده من كام يوم، وأنا سمعته برضه من فترة، بس والله العظيم كانت فتحت خير عليه، لأن هو بعد الجملة دي هو راح طرف تركيا وربنا أكرمه يعني، ومش كويس قوي قوي قوي. وانا قلت له، وانا كلمته بعديها لما عرفت ان الناس بدوا، انت عارفه بقى الاهلاويه او زملكاويه الجمهور ده او ده ما بيسيبش يعني. اي حاجه بيلقطوها بيشتغلوا عليها على طول يعني. فانا كلمته يعني قلت له يعني بشير انا ما اقصدش حاجه، انا بوصف المباراه يعني. وبعدين لما بقول بيبو بشير، ما هو بيبو في رجله الكوره، بشير اللي هيقابله، فهو عدى منك خلاص، بيبو بشير بيبو يعني ما فيهاش بيبو جو. بشير كان قال ان هو مش مسامح حضرتك لحد دلوقتي. لا والله سامحني يا بشير، سامحني الله يخليك. مضى عليها دي من 2001. عشان عارفه ليه؟ لغايه النهارده الاهلاويه في تاريخ هذه المباراه على النت بيغرقوا النت الماتش ده والجمله بتاعت بيبو وبشير، لان انت عارفه الجمهور ملوش حل. الجمهور يجيب لك جمل من 30 سنه و40 ده يعني طبعا، ويصطادوا البعض طبعا. جمهور الكوره، جمهور الكوره يعني عندنا. بس انا الحقيقه حتى لما رحت في السعوديه السوشيال ميديا هناك نفس الكلام يعني. هو يبدو ان الجمهور الكوره في كل حته كده طبعا. يعني ده يصطاد طبيعه الجمهور، طبيعه الجمهور والكوره لذينه جمهورها يعني، ليها شعبيه جارفه وبالتالي بيبقى ليها افهاتها وتعليقاتها. لو هتسمي حياتك باسم، لو هتسمي روايتك او مسرحيتك باسم، هيبقى ايه؟ هسمي حياتي هذا من فضل مساء ربي. الأنوار هلا هلا. يا نهار أبيض يا ليلى. هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي، لأن أنا في حياتي ما كنتش أحلم، ولو حلمت هقوم أقول اللهم اجعله خير. إنه حياتي تتدرج بالشكل ده بفضل الله، وأبقى موجود في عيون الناس بشكل محترم، وده أهم حاجة بالنسبة لي، إن الناس تشوفني إنسان محترم، ده مهم جدا، وأعتقد الناس شايفاني كده بفضل الله. بالإضافة لأن هم الحمد لله يا رب، وده أنا بستشعره في الشارع، في محبة طبيعية ما بيننا. بيستنوا تعليقي، بيحبوا، دي كلها نعم عظيمة جدا طبعا. أنا ما كنتش أحلم بيها والله العظيم، أقسم بالله، ولا في يوم من الأيام حلمت إن أنا ممكن حد في الشارع يشاور عليا ويعرف، أبدا أبدا. لكن ده حصل منين؟ عند ربنا سبحانه وتعالى. في روايتك هذا من فضل ربي، ايوه، مين الشخصيات الرئيسيه اللي كان ليها فضل على مدحت شلبي؟ طبعا طبعا
طبعا قولي ثلاثة كده كان ليهم فضل كبير على مدحت شمس. ثلاثة بعد المولى سبحانه وتعالى طبعا، بعد ربنا. نمرة واحد أمي رحمة الله عليها، الله يرحمها، لأن أمي رحمة الله عليها يعني ترملت وإحنا في سن الظهور. إحنا ثلاثة، أنا وكريمان وهاني، هاني دكتور وكريمان الله يرحمها بقى كانت مديرة مدرسة، وأنا التلات أماكن دول عايزين فلوس. وأنا والدي كان راجل مدير تربية وتعليم، معاش محدود جدا، فوالدتي قدرت تتدبر الحياة وتربينا إحنا التلاتة. كلية شرطة بمصاريفها، كلية الطب بمصاريفها، الوحيدة يمكن اللي ما كلفتهاش قوي هي كريمانيا كلية بنات. فقدرت تطلعنا وتربينا وتدخلنا كليات ونتخرج ونعيش وتحط فينا أسس. ويمكن دايما الجملة دي يا أستاذة منى بقولها أنا في حياتي كلها، إن أمي الله يرحمها كان ليها جملة مقصورة قالتها لي، قالت لي وانت في عز زهوتك إذا جات لك لحظة زهوة أو قوة لازم تحط في ذهنك في نفس اللحظة إن أنت أضعف واحد، إذا جالك الشعور ده باستمرار هتعدي في الحياة. دي كان كلام أمي الله يرحمها، وهي مش متعلمة بس كان عندها حكمة في الحياة يعني. فدي نمرة واحد. نقول مثلا نمرة اتنين الله يرحمه الكابتن إسماعيل عبد الفتاح، لأن هو اللي اداني الفرصة في إن أنا أخش مبنى التلفزيون، هو اللي عمل مذكرة ورفعها لرئيس التلفزيون وقال إن هذا الوجه أراه صالحا لتقديم البرامج التلفزيونية، وأنا كل ده بتكلم في مجال العمل يعني. نمرة تلاتة اللي اديتني فرصة إن أنا أبقى معلق وبالتالي الناس تحبني وترتبط بيا وارتبط بيهم، مدام وفاء فاضل. هذا في مجال الـ 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 العمل يعني، لكن في حياتي بشكل عام طبعا في، لا في حاجات كتير يعني. طبعا المأمور اللي طلب نقل حضرتك من اسم النزهة العقيد نبيل حسن. مين الشخصيات الرئيسية اللي عرقلت مشوارك، اللي وقفت في طريقك؟ اللي وقفت في طريقي كان مسؤول في الإذاعة، حاول ان هو يعني ما يدخلنيش مجال التعليق بشتى الطرق لأن ما مشيتش معاه. حضرتك ما خدمتش مصالحه فبقى بيعترض طريقك. بالظبط كده. وأنا زي ما قلت لك يا إما أنت واخدني بعملي يا إما ما لوش لازم، أو ده حقك إن أنت ما تاخدنيش يعني. أعتقد ده واحد من ال، أنت قلتي عايزة اتنين؟ مين كمان؟ مين كمان يا ربي في طريقي؟ والله كانت متسهلة قوي قوي يعني، ما لو ما كانتش متسهلة ما كنتش وصلت اللي أنا فيه بفضل الله يعني. ما يتهيأليش في حد تاني. يعني طبعًا في زملاء أثناء العمل حاولوا كتير يعني، مثلا برامج اللي انا قدمت، مثلا برنامج اللي انت اتكلمت عليه قصر النجوم مثلا، انا قدمت مسابقات كتير قوي قوي يعني، لكن برامج الانترتينمنت دي هو قصر النجوم هو البرنامج الاشهر يعني. فطبعا وقتها بقى الكبار المذيعات الكبار عملوا عليها حمله جباره جباره، والله ما يقف قدامها اي مخلوق. ريح ريح. زي مين؟ اسماء صعبه بقى. زي مين؟ هم عتاولة وقتها، كلهم عارفين نفسهم، كلهم عتاولة، عتاولة التلفزيون في الوقت ده يعني. من فصل البدايات لفصل الصراعات مع كابتن مدحت شلبي. عادة في الفصل ده بقول لضيوفي إنه البطل دايماً بيبقى عنده صراع، صراع مع الأقدار، صراع مع الآخرين، صراع مع نفسه، وأحياناً صراع مع الزمن. نعم. كابتن مدحت شلبي أنا هقول له عندك صراع مع الهوى، بتصارع مع الهوى وبتصارع على الهوى وبتصارع من أجل الهوى. يا عيني يا عيني على الهوى. اتقطع على حضرتك الهوى مرة، فاكرها؟ اتقطع علي الهوى مرة وأنا بختم. حصل فعلا، ودي كانت سبب إن أنا سبت القناة بالكامل. سبت القناة كلها؟ والله لأن هي المرة الوحيدة في حياتي. هو طبعا القصة كلها إن إحنا بنتكلم في يعني، أنا بحترم الوقت ومن حق أي مدير قناة إن هو يظبط الوقت. لكن حضرتك بتحترم الوقت؟ والله بحترم. حضرتك كنت بتقدم برنامج على إحدى القنوات قبل الفطار في رمضان. وكان بعد برنامج حضرتك على طول برنامج كريم شحاتة. ايوه طبعا. حضرتك كنت
يعني طبعك الدائم والمستمر انك تطول على الهواء وتسترسل لدرجه انك تاخد من مساحه الهواء بتاعت كريم شحات. فعلا؟ اه فعلا. طبعا كريم حبيبي ومن المذيعين الجمال جدا يعني، بس حصل واقعه واحده ما فيش غيرها يعني. ان الموضوع ما كانش ينفع يتقفل يعني، انت عارف احيانا واحنا على الهواء بالذات لو فتحنا في موضوع وبعدين عملنا كت يعني صعب، تبقى صعب على البيت. طب لازم نفتح الموضوعات اللي محتاجه استرسال وتطويل في اخر كام دقيقه على الهوا فناخد من هوا زمايلنا. كلامك صح 100%، بس هي يعني ظروفها جت كده. هو قناع واحد لحضرتك مفيش غيره، المراوغ. الله يعني، والله ابدا ابدا عمري ما كنت مراوغ. حضرتك اعترفت في الفصل الاول مراوغ. اه لما حبيت اقول لك انت اكثر مراوغه. طيب نرجع بقى لكريم شحاتة والهوى اللي كنت بتاخده منه. هي مره واحده مفيش غيرها حصلت دي فعلا، واعتقد ان انا اعتذرت له وده ما يصحش طبعا، انا موافق جدا يعني، ودي ربما كانت مره يعني او حاجه زي كده وعن غير قصد يعني. هي اكتر من مره والله فعلا. انا جبتها من الكنترول بجد والله. والله ما فاكر اكيد. يعني حياتك دلوقتي بتقول ان ما كانش قصدك. طبعا طبعا. طيب. هو عارف كده. من صراعات حضرتك على الهوى. نعم. عادة في بعض برامج الكورة الانفلات سيد الموقف. ولكن كابتن مدحت شلبي هو ملك الخروج عن النص باعترافاتهم. ملك الخروج عن النص في البرامج ولا في التعليق تقصدي؟ في التعليق وأحيانا في البرامج. أوكي. حصل أكتر من مرة مشاكل لحضرتك بسبب تجاوزات أو إيحاءات خادشة على الهوى. بصي أقول لك حاجة، آخر واحدة من غير ما نقول بقى عشان ما تتوقفيش أنت. عشان ما توقفش أنا بقى. عشان ما تتوقفيش أنت. جبت لهم أغنية لمحمد العزبي فيها نفس الجملة. يعني الجملة اللي أنا قلتها دي العزبي غنى لها. وجبت الأغنية دي من على اليوتيوب وقلت له بعد الأغنية دي. بتاعت معلول، ده الإفيه بتاع معلول. الله ينور عليكي. وعلى فكرة أنا توقفت عن التعليق وكان فاضل في الدوري 4 ماتشات، انا اساسا ما بعلقش عليهم يعني بيضاوي يعني. بس ده كان ارضاء للسوشيال ميديا، وبالمناسبه اتمنى قرار كان متظبط يعني. يعني هم شافوا ان انا ما غلطتش. بس هي الدنيا مصر كلها اتملت من اللي انت قصدك عليه ده يعني، الناس كلها بتتكلم فيه ده برغم ان ما فيهوش اي حاجه خالص يعني، بنتناوله في الاكل وكل حاجه يعني، فما علينا يعني. فبالتالي ما كانش مقصود بحاجه، وانا مش من الناس اللي عندي خروج عن الحوار يعني. أنا عمري في حياتي مع أصحابي من وإحنا صغيرين ممكن أن أهرج بكلمة خارجة، لا يمكن لا يمكن. أنا تربيت في بيت كان أمي الله يرحمها تقول لأبويا، أنا اسمي مدحت هلال محمد شلبي، والله العظيم كانت تناديه في البيت تقول له يا هلال بيه، وكان يقول لها ما أقولش اسمها بقى يا فلانة هانم. أنا تربيت في البيت ده يا هلال بيه ويا فلانة هانم، أنا تربيت في البيت ده، فأنا ما أعرفش أخرج أبداً بألفاظ أبداً. فإذا طلعت حاجة عفوية أنا ما أقصدهاش، بس الناس بياخدوها في السكة التانية. إيه الموقف التراجيدي اللي مدحت شلبي ما قدرش يتخطاه؟ مصر مش هتروح كأس العالم. مداخلات الجمهور مفبركة، يقول مدحت الجاهل، مدحت كذا، مدحت، ما يصحش. في بينك وبينه أي خلافات؟ هذه هي المراوغة. براوغ مع حضرتك. لازم نرمي شوية حاجات الناس تنبسط. جمهور الكرة في مصر الأهلي أكتر ولا الزمالك؟ أنا مدرب على قد، أنا اشتغلت في القسم الثاني على قد يعني غلبان. طب قلت عليه كده ليه؟ عبد الله لعيب عظيم بس تخطى مرحلة الـ30. ممكن تهريجة أو إفيه يخبط في حد يعوره؟ اطلع كدب واقطع واعمل وساوي. إيه الأمنية اللي فات أوانها؟ فجأة في الدقيقة 86 يكون هو جابت جول، تعادلنا 1-1. لكن دايما الخلاف مع حضرتك بيروح لمنطقة فيها تراشق. مستشار مرتضى منصور له إنجازاته، محدش يقدر ينكرها. مين أكثر شعبية؟ هنحطها نقط. ليه نقط؟ محدش يملاها؟